هل هي بالفعل ركلة جزاء؟ يعني خلينا نشوف من هذه الزاوية. ادي بانديب وادي كونتي، هناك شد هناك، لكن لا توجد عرقلة. لو هناك عرقلة يبقى على اللاعب على أستاري. كان هناك شد من كونتي أو محاولة للوصول الكرة. مارتنز جو، مارتنز يسجل أول الأهداف أخيرا. اهتز الشباك في هذه المباراة بعد محاولات ومناورات وبعد أن ضاعت أهداف مؤكدة من نابولي. يسجل هدف مستحق، على الأقل نابولي يستحق هدف بما قدمه في هذه المباراة حتى الآن، من وصوله للمرمى، من فرصه الضائعة، من تهديده الحقيقي. يعيدها مرة أخرى إلى إينلر، تتلعب الكرة داخل منطقة جزاء وكايخون. بانديف جول، بانديف جول، المقدوني يسجل الهدف الثاني بصناعة كايخون وتسجيل جوران الهدف الثاني لنابولي. خلينا نشوف الإعادة، لا يوجد تسلل والكرة بانديف خلف الكرة، وبالتالي كايخون غير متسلل في اللقطة الأولى. هو بانديف مؤكد أنه غير متسلل في هذه اللقطة لأنه كان خلف الكرة ورا الكرة. ركلة الجزاء، الجمهور يشجعه، يقف جنبه وبانديف جول. التعويض فوري، التعويض سريع، واتزيمايلي والسادس في الموسم والثالث في هذه المباراة، سادس أهداف بيليرين تزيمايلي هذا الموسم وثالث أهداف نابولي في هذه المباراة. وبعد ركلة الجزاء الضائعة تركز الكاميرا على همشيك، لأن الزملاء شوف همشيك هو اللي قاد الهجمة بنفسه، وبانديف أضاعها، واتزيمايلي لا يترك أي فرصة لأفراموف لكي يتألق مرة أخرى. يعني بعد إضاعة ركلة الجزاء زملاء ماريك همشيك أصروا على تعويضها فورا فورا. مفيش